السلام عليكم. اليوم جيت نوريكم كيفاش ممكن تنظف الشوفو ديال الغاز من نوع جانكير من الكالكير. كما كتعرفوا معايا جانكير فيه جوج ديال الانواع، فيه اوتوماتيك وميكانيك، ولكن عندهم نفس الطريقه ديال التنظيف. كما كتشوفوا غنوريكم الطريقه اللي غتكون سهله واللي غتجيكم ممكن ديروها في ديوركم. كنخليو الشوفو في بلاصتو معلق، كنحيدو هاد الفرينات هادو ديال الكارتيرا، يعني هذه وهذه اللي راه كدور فيها الطاج. نحيدو الكارتيرا ديالنا، كما كتشوفوا معايا هذا هو اللي كيكون فيه المشكل ديال الاختناق، يعني الرادياتور اللي هو كان هو اللي غنحاولوا باش نحيدوه، ونوريكم كيفاش كنديروا نطفوه من الكالكير. كنحلو هذا الفران هذا، راه عندو هاد الفيس هدا هنايا، وهاد السيبورة ديال الترموست. من بعد كنحلو غير جهة السخون، أما البرد مكنقيسوهاش، خاطرش البرد شادة في الكروب، السخون اللي شادة لنا في الرادياتور باش ممكن نحيدو. كنحلو فيكسيبل ديال السخون. عندنا واحد الفيس هنا كيكون لداخل، هو اللي كيشد لنا الرادياتور مع الكركاس ديالو. كتحاولوا ديروا له الضو بشي تليفون ولا بشي بيل على حسب كل واحد شنو غيستعمل. سمحوا لي، واحد الفيس هنايا اللي غيبقى تما تنجبدوه. من بعد كنحيدو واحد الفران، هو كيكون هنايا الفران، كنشدو غير طرنو فيه رقيق، كندخلو هكايا وكنحيدو. كنحاول نجبدو هادي هكا غير بشوية، وكنطلعو على هاد الكوب ديالنا هكا. كيما كتشوفو هذا هو الرادياتور ديال الشوفو، هنا كيكون بوشي. دابا غنخليكم معايا باش نوريكم الطريقه كيفاش نسرحوه ونعاودو نرجعو نركبوه. Thank you.
بغيت نقول لكم انه هادو خصهم يدخلوا هنايا هاد الجوج هادو خصهم يدخلوا في بلاصتهم هنا باش كيركب عادي كما كتشوفوا اذا ما ركبتوش هذوك في بلاصتهم هذه كتبقى عوجه يعني الا لقيتوها عوجه عاود تاكدوا بانها راكبه في بلاصه هذيك الكروشيات كندخل هذا بلاصتو كنرد هذا السيركليبس هذا في بلاصتو كيدخل بسهوله الترموس تاعي كنربطو بلاصتها هذا هو الفيس لي قبيلات لي كيكون داخل كنشوفو شي طورنو فيس لي يكون شادو مزيان كندخلو بشويه كنحاولو نركبو فيكسيبل من دابا باش يجينا ساهل قبل ما ديرو الكركاس ديالو من بعد كنركبو الكركاس الفران وانتم كما كتشوفوا معايا ما استغرقناش واحد الوقت طويل اللي دغيا دغيا ملي نقيناه وشوفوا كما كتشوفوا ها هو واجد باش يتستعمل ان شاء الله اللي عنده شي تساؤل يخليه لنا في التعليقات وان شاء الله نجاوبكم عليه وتحية لكم ونتلاقاو في موضوع اخر ان شاء الله ومع السلامة